هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. أكيد هلأ معانا إحنا ضيفة جدا مميزة، وهي سفيرة نساء العالم في العلوم والتكنولوجيا، آيات عمر. صباح الخير. يا صباح الورد، شو أخبارك؟ تمام؟ تمام حبيبتي، الحمد لله. كيفك أنت؟ أهلا وسهلا فيك. أنا الحمد لله. أهلا وسهلا فيك برنامج جوة. طبعاً كثير مبسوطة أنه طالع معكم، وردي كثير بحب أريبي وذر، فكثير مبسوطة أنه معكم. هلأ قصة نجاح أكيد الكل بالعالم العربي بيحبها وبيعترف فيها، فمبسوطة بهذا البرنامج كثير، مبسوطة أني معك سالي. شكراً لك، وإحنا مبسوطين فيك أكثر. آيات، يعني أكيد أنت مثال لكل امرأة ناجحة في الوطن العربي. آيات، بالبداية بدنا تعرفين عن حالك أكثر. من هي آيات وكيف صرت سفيرة نساء العالم في عمرك؟ أنا آيات عمر، مهندسة كمبيوتر. خلصت من الجامعة الهاشمية، وبعدين طلعت على أمريكا، ومن هون صراحة بلش اهتمامي بالستم وبكل إشي related للإنجينيرينج من أنا بالمدرسة. وهون كتير حابة أركز على دور المدرسة بصقل الشخصية، إنه قدي حتى من هذا العمر الصغير لازم نبلش ندور إنه إيش بدنا نكون كبنات وشباب كمان. لأنه تلاحظ بعدين ان العمر بيصير كثير قصير، وما بزبط بس لما تكون توجيهي تقرر ايش بدك تكون او ايش بدك تدرس، فلازم عن جد تفكر من قبل. فانا بلشت من الصف السابع اهتم باشياء الروبوتكس والانجينيرينج، لكملت بعدين كمبيوتر انجينيرينج. هلا انا احدى سفيرات العالم بالعلوم والهندسه. احنا اكثر من 50 حدا من كل العالم بنحاول نمثل انه احنا كنساء موجودين بهذا المجال بقوه، لانه للاسف التواجد النسائي بهاي التخصصات قليل. وممكن مع انه على فكره اذا بدي احكي ارقام، هلا الدراسه احنا خاصه بالاردن البنات اللي بيدرسوا اشياء علميه واشياء بالهندسه كتار واكثر من الشباب، بس ما بعرف بعدين وين بيختفوا، ما بيدخلوا سوق العمل او بيقعدوا سنه سنتين وبيطلعوا. ويمكن هون كمان رسالتنا اليوم ورسالتي معكم بهذا البرنامج انه نركز اكثر انه لا، احنا كبنات نقدر نكون موجودين وبنقدر ننافس بهيك تخصصات. صح، طبعا احنا اكيد يعني ما نسينا، ولكن يمكن من الحكي شوي هيك اخذنا، ما اكيد نعيدك اليوم بيوم العالم، كل سنه وانت سالمه وكل سنه وانت ناجحه. حبيبتي ان شاء الله كلياتنا ومن نجاح لنجاح يا رب. طيب ايات، كيف ممكن توصفي دور المراه في المجتمع، يعني في مجالات العمل، القطاعين الخاص والعام؟ هلا اول شيء بدي احكي عن دور المرأة in general. احنا دائما بنحكي انه المرأة نصف المجتمع، وانا بشوفها اكثر من هيك كمان، هي اللي بتربي نصف الاخر. يعني احنا الاجيال الجاي كلها المرأة اللي بتكون وراها فعليا، سواء كدورها بالمنزل، دورها بالعمل. والفكرة هون دائما التركيز انه لازم دائما يكون عندنا طموح، لازم دائما عن جد نشتغل على احلامنا ونقدر نوصلها. من اكثر الاشياء اللي بتوقف المرأة حاليا هي نفسها او امرأة اخرى، او دائما بتلاقي يا اما بنقلل من بعض او احنا احيانا بنقلل من قيمة حالنا نفسنا. فكتير حلو نشتغل انه لا، نآمن بحالنا اكتر، انه احنا بنقدر نكون موجودين بهاي الاماكن. في كتير ناس بيروحوا على تخصصات معينة او على قطاعات معينة يمكن لانه اسهل بفكروها، بس انا دائما بحكي انه صراحة بهذا العصر احنا فيه بطل في مكان للشخص العادي. اذا انت شخص عادي رح تموت، ودورك انت كامرأة خاصة بظل الظروف الحالية الموجودة، عن جد حتى الرجل بيحتاجك كسند، بيحتاجك تساعديه سواء بالبيت او بالعمل. صح، حتى بطلت عقلية زي زمان انه المرأة ما لها دور، يعني او انه هي، احنا ما عم نحكي عن مستوى بين رجل ومرأة، عم نحكي عن طموح المرأة وعن تحقيقها لاحلام واهداف. يعني هي من زمان كانت احنا يمكن لهلا موجودة فئة بسيطة، ولكن هي موجودة بالمجتمع اللي يمكن هي بتحرم المرأة من تأدية دورها ويعني تحقيق طموحات وأهداف حياتها. آيات، أنت شو كيف بتشوفي
يعني بيئة العمل كيف بتأثر على هلا بيئة العمل كتير بتأثر. أول إشي حتى إذا بدي أحكي على سكيل عالمي، إحنا لساتنا وجودنا قليل بالتخصصات الصعبة العلمية والهندسية. لسه بدي أحكي إنه إحنا مش متعودين على تواجد المرأة، فبتلاقي مثلا عندنا مشاكل بساعات الدوام، عندنا مشاكل بموضوع إذا الإمرأة تزوجت، في كتير وظائف بسألها عادي أنت مرتبطة بتزوجة إمتى، يعني عن جد ممكن يجيكي سؤال إمتى ممكن أنت بدك تجيبي أولاد، عشان بيكون خايف إنه هلا إذا شغلتها ممكن كمان شهر تترك أو تحكي لي أنا خلاص بدي أخذ إجازة أمومة. الحضانات وخاصة هلأ بوضع كورونا بنحس كتير من القوانين اللي كانت موجودة كانت ضد المرأة، ضد المرأة من الحضانات اللي سكرت، الشركات اللي مارها على ظروف الأمهات، فبتلاقي المرأة كانت عم تدخل بدور بدها تكون هي المعلمة وهي ربة المنزل وهي كمان الموظفة اللي بتشتغل من البيت، فكان جداً صعب وما حد ركز إنه طب إيش بدها تعمل، أو حتى بزيادة راتب المرأة، أو في ناس في كثير شركات قللت حتى الرواتب بغض النظر عن إيش التكاليف عن جد الحقيقية علينا. طيب أنت كيف بتشوفي إنه ممكن المرأة تشكل رسالتها بالعمل؟ دائماً بركز على إنه أكتر إشي إحنا بنحتاجه هو إنه نآمن بحالنا كتير. ثانياً المشكلة الثانية اللي إحنا بتواجهنا كنساء هي شوي العادات والتقاليد، أو شوي إنه بكتير من الأحيان بتلاقي الأهل برضو بيساعدوك إنه خلاص مش ضروري تكملي، إحنا كتير تربينا إنه نكون مدللين كبنات، حتى شبابنا مدللين. ما بتحكي إنه ضد الموضوع هذا، بس إحنا أنا صراحة ما حسيت بهيك إنه دعكت بالحياة، بهدلت حتى أحيانا بحكي غير لما سافرت، وكانت هاي خطوة كتير صعبة أصلا عند أهلي إنه بابا وافق لي أسافر بأول مرة عشان أسافر إجا معي، وبتخيل قد يخوف الأهل خاصة لأنه إحنا مش متعودين نعتمد على حالنا. فبحس إنه كتير مهم عن جد كبنات بأنه أنت بالجامعة حاولي كوني مستقلة، حاولي اشتغلي مصروفك، اعرفي وين تصرفي، فكري أكتر إنه أنا بدي أشتري سيارتي الخاصة أنا مني، بدي أبني بيتي، يعني يكون عندنا برضو بلانز إحنا لحياتنا ولمستقبلنا. مظبوط، حتى عن تجربة يعني بصراحة هي أحسن عمر أنا بالنسبة لإلي، يعني أكيد بالنسبة لكتير نساء العالم أفضل عمر إنها تشعر المرأة بالمسؤولية لما بتكون بفترة الجامعة أو بفترة خلينا نحكي الهاي سكول، أو يعني بتكون خلص نضجت وكبرت بتحس بالمسؤولية. يعني حتى قد ما كان وضع المادي والاجتماعي أكيد يعني بيساعد المرأة، ولكن بضل لازم يكون في عندها من جوا يوازع إنها تكون مسؤولة عن حالها، تحس بالمسؤولية تجاه الآخرين، حتى يعني ما تكون كل شيء مثلا بدي سيارة بتلاقي السيارة أجت، بدي بيت جديد بتلاقي أبوها أصلها بيت، لا هذول طبعا هم أحرار محرين إذا هم حابين إنهم يعني يفوتوا بهذا بسميها دوامة، لأنه هي بالنهاية رح تؤدي لأنه المرأة تبطل تقنع ولا بأي شيء بالحياة. مظبوط، فهي أفضل فترات في الجامعة وفيما بعد، يعني حتى السفر بيساعد كثير تكون صبورة وتحس بالمسؤولية. إشي لحالك كتير حلو، تجيب إشي أنت تعبت عليه، وأنا بالنسبة لي كان أحلى شعور بالعالم إنه بكل مرة بتعمل فيها إنجاز وبتحس بهذا الريتين وبعدها أنت بتكافئ حالك، يعني هذا كان أكتر إشي بيخليني متحمسة دائما إنه بدي أنجح أكتر، بدي أعمل أكتر، إيش النكست أدفنتشر بحياتي. بعدين بتحسي بقيمة الشغلة لما أنت بتجريها، لما أنت بتتعبي عشان تجريها. تمام، بدنا نعرف شو الصفات الشخصية اللي لازم المرأة تكتسبها أو تشتغل على حالها فيها لنفسها ولعملها المستقبل، شو الصفات؟ بدي أحكي أول شيء عن أهم صفة، هي الثقة، ثقة بحالنا. كتير منا عن جد ما بوثق بمهاراته أو بخاف أو ممكن يحس إنه الشاب ممكن يعمله أحسن، مثلاً إحنا بنحكي عن البرمجة ممكن تحكي لا مثلاً شباب أشطر منا. أنا شفت بنات بيشتغلوا بميكانيكا الطيارات شاطرة، بتفهم بمطارات السيارات أكتر من يعني موازاة بالشاب. ليه إحنا دائماً بنحكي
أصلاً ليه في هذا المقياس إنه الشاب بفهم أكثر أو البنت تفهم أكثر؟ إحنا الاثنين يعني كبشر عنا نفس، أكيد الله عادل، فمستحيل يكون في حدا عنده يمكن مقومات جسدية بس إنه كعقلية أنا بعترف إنه إحنا كلنا عنا نفس الصفات، وبنقدر عقليا نستخدم عقلنا بالطريقة الصحيحة. كل إشي هو مهارات إحنا بنكتسبها، حتى كذكاء بدي أحكي، إحنا ما بنولد بنسبة هالذكاء الخارقة. يمكن في ناس بنولدوا هيك، بس أنا مثلا من الناس اللي كتير قرأوا كتب عن الذكاء المكتسب، عن المهارات. أنت لما تتعلم when you practice أكيد بتتعلم سكيلز جديدة، فهاي السكيلز بتساعدك تبني شخصيتك أكتر، بتساعدك تبني ثقتك بحالك أكتر. فإحنا محتاجين عن جد نوثق بحالنا كتير، وعادي ننافس ونقدم طلب. بتلاقي مثلاً كتير منا بشوف طلب لوظيفة معينة بتخاف تقدم، طب ليش؟ نجربي، افشلي، ارجعي قومي. ثانياً الخجل المفرط عنا، اللي أحياناً بيكون الخجل والخوف الزيادة من الفشل أو من الرفض، خاصة على بنات. احنا بحس في ناس بياخدوها كثير بيرسونالي، بنجرحوا وانه لا، وبتاخد موقف من الشغل ومن ساعات العمل، او اذا صار عندها موقف معين بالشغل. بتخيل محتاجين نكون كثير اقوى، انه كل العالم بتفشل، اي شخص شو مكان بفشل. احنا هلا عم نشوف قصص نجاح كثير كبيرة، عادي باول طريقها فشلت، بس لازم نتعلم كل مرة كيف نرجع نوقف بعد كل مرة بنفشل فيها. هيك بدك تكوني عندك القدرة، واحنا كبنات بنقدر، احنا كثير بنعمل اشياء وقدي مالتي تاسكينج وهيك، فبنقدر نرجع نلملم حالنا وبعد كل مرة عن جد نرجع نوقف. انا بشوف انه سواء المراه او الرجل اذا فشلوا باول الطريق مش معناته فشلوا على الاخر، هم بيفشلوا لما ما بيحاولوا كمان مره. يعني بالعكس الفشل بيعلمك وبيعلمك من اخطائك، وبالعكس بيخليك تقوي وتوصل لهدفك اسرع. بالنسبه لما بعرف من تجربه شخصيه ومن يعني كثير امثله شفناها يعني على ارض الواقع في حياتنا. ايات، في مجتمعنا العربي في كتير سيدات مجتمع ناجحات ومؤثرات، شو بتشوفي انت دورهم بالمجتمع؟ كيف أثروا علينا؟ بحس الدور المطلوب انه يكونوا سبب بفتح الطريق لبنات تانيات. يعني انا من الاشياء اللي عملتها كانت مبادرة اسمها Dream Big. هاي المبادرة طلعت بعد ما رحت على مدرستي أنا وحكيت أنا كنت خريجة مدرسة حكومية، فكان قدامي 1200 طالبة بالساحة وعم بحكي معهم. هيك كانت بعد قصة نجاح وراجعة من أمريكا وناسا، فالكل بتطلع علي إنه واو. فصدفت إنه بعديها فصدفت إنه حسيت انه انا مش هذا دوري بس اني اجي احكي قصة نجاح. يعني اجوا البنات بيحكوا لي انتي رول موديل ونفسنا نكون زيك. حسيت انه في اشي تاني انا لازم اعطيه، وفي اشي تاني انا بقدر اعطيه. فمن هون عملت مبادرة انه انا اساعد البنات يحصلوا تدريب، يحصلوا يشاركوا مسابقات عالمية، يمشوا بنفس الباث هاي. وإحنا أي امرأة موجودة حالياً تقدر تساعد، سواء بسوق العمل إنها نحكي to inspire، أو يكون إلها دور إنه إحنا بدنا نساء أكتر مثلاً بالشركة، إحنا بدنا بهذا الرول بنت. في بعض التخصصات عن جد بحس إنه البنات بيساعدوا فيها أكتر. فمحتاجين عن جد نفتح الطريق ونساعد بعض، لأنه already الوضع صعب. فعن جد إذا عم ندور على التأثير الحقيقي، التأثير الحقيقي إنه أنت تمسك بإيد حدا، وبالنسبة إلي كان تمسكي بإيد بنت تانية وتطلعيها لتوصل لهذا المكان أنت هلأ فيه. يعني إحنا أكيد ما بنقلل من وجود ودور الرجل بالمجتمع، ولكن بحس أنا إنه النساء عندهم طاقة أكبر. يعني ممكن نشتغل عادي أكثر من 20 ساعة بالنهار ما نتعبش. احنا اوريدي يعني انا عم بشوف ناس حاليا بتكون الام ببيتها وعم بتدرس وعم تعمل اكل، وبنفس الوقت عم تدرس وبتكمل جامعه وعم تشتغل. يعني انا بكون احيانا ببعض النساء انا بصفن انه انا ما بقدرش اعمل زيك، انت كيف قادره تهتم بزوجها وتهتم بحالها وتستعن نهي التوكل على اجتماعيه كون شغله تعملها مرأة لحالها؟ قد ايه هي مكافحه، قد ايه هي جباره، قد ايه هي قويه. احنا بالختام ايات بدنا منك نصيحه لكل امراه عم بتتابعك هلا ويمكن حابه تعمل شيء بحياتها، بس في شيء مانعها او في عندها خوف من الفشل، عندها خوف من نظره المجتمع، شو نصيحتك؟
بدي احكي لكل بنت عم تحضرنا هلا انه احلمي احلمي واحلمي واحلمي حتى ما تقبلي بالسما سقف لاحلامك. ما في حدا بحد الطموح غير احنا او غير انت. شو ما كانت الظروف اللي انت عم تمرقي فيها، اتاكدي انه انت عن جد اكبر، قوتك اكبر، احلامك اكبر، أو أثقي بحالك كتير، آمني بحالك وبقدراتك. حتى لو بتحسي إنه عندك ضعف بإشي معين، اشتغلي عليه، بس ما تتركيه وما تلومي حالك وما تعطي عذر إنه أنت بنت فأنت عادي يكون مستواكي أقل. لا، أنت لأنه بنت تقدري تكوني أكتر من هيك، وتقدري تشتغلي على حالك أكتر، وتقدري تعطي ساعات أكتر فعلياً من وقتك، خاصة لأنه بمجتمعنا المسؤوليات اللي علينا شوي أقل، فإحنا بنقدر عن جد نعطي وقت لدراستنا، لشغلنا أكتر. وبس، وتأكدي كمان أنه أكيد الله خلقك لأنه أنت غير وإلك وظيفة على هاي الأرض، سواء اخترتي تكوني أم. طبعا انا مش عم بحكي باي مكان بتكوني فيه، وبس تضلي ربة منزل لانه برضو هذا دور مقدس، او اخترتي انك تكوني امرأة بالعمل وكمان ام لانه هيك احنا عم بنزيد التعب. فانت بكل مكان دورك محترم ودورك موجود، وشكرا عن جد لكل امرأة حاليا عم تحضر. بعرف قديه يعني في كتير بنمرق بمشاكل وكتير علينا صعوبات ومسؤوليات، فشكرا عن جد لوجودك لانه لساتك واقفه على اجريكي لهلا. اكيد، واحنا اكيد يعني بالنهايه بدنا نوجه رساله للمراه بانه كوني واثقه من حالك، انت ربنا لما خلقك لك دور اساسي. حتى يعني امهات او الـ مثلا في ناس بيحكوا ما بتشتغل، بس هي أم عملياً، هي وظيفتها 24 ساعة، هي وظيفتها متعبة جداً أكثر من أي موظفة شو ما كانت نوع وظيفتها. أكيد سواء موظفة أو ست بيت أو أم، أكيد دورها كتير كبير وكتير جبار، وأكيد بدون المرأة والله العظيم الدنيا بتكون كتير صعبة. يعني إحنا نتشكرك آيات، نتشكر على حكيك الحلو، أكيد ما يعني ما زهقنا منك، لكن إحنا الوقت عم يداهمنا، فنتشكرك كثير ونقول لك ماما ريس على صباحك، وكل عام انت ونساء الارض كلهم بألف ألف خير. شكرا جزيلا على حضورك معنا. شكرا لك. شكرا. شكرا لك ايام. متابعينا بعد ايام نطلع على فاصل قصير ونطلع بلايف جديد مع ضيفه جديده. اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير يا ماما. حبيته. خلينا نشوف لك الجلايه اللي بدك اياها ماما. والله يا ماما يا ريت ايدي نشفوا من كتر الجلايه. سلامه ايديك يا ماما، عندنا جلايات اشكال انواع، عندنا جلايات تعمل بس، وعندنا جلايات تعمل حبيت. شو رايك نجيب لك نشافه كمان؟ بدنا راحتك ماما. هذا كمان حبيته. عندنا نشافات كثير بيعملوا بس. لا جلايه ونشافه مع بعض رح يطلعوا غالي. الغالي بيرخص لك ماما، احنا عملنا كل هاي العروض عشانك. حتى لو بس دفعه واحده كثير انصاف نملك على 36 شهر. حبيتهم، وبالمره كمان بتجيب بكواي وسشوار. كل عام وانتم بخير يا ماما. اعتبريهم هديه منا. طبل ليدرز عيله واحده. شو طاقين اليوم ماما؟ مقلوبة ماما. حبيت.